شهر هذا نحن وجئنا 30 سنة في الحارة والحمد لله ما انسرقت 4 مرات الحمد لله. شايف أنا اللي سارقني قول لي واللي عمل لي هذا قال لي أنا بشر نط عن الصوت. تلفزيون شو اسمك؟ بسرعة نانسي وساندي. نانسي وانتي؟ نانسي. هاي نانسي وهاي ساندي. عن الشارع يا حجة ما تقول لو نعطوا بالثورة نتخل هلا يا حجة انت قد ايه صليك على الزمية يعني هيك بدون زوج هل ايه تقلق مهدلة مني خليه هنا صار لنا فترة طويلة ساكنين هان يعني من الستينات قبل الستين حتى يعني تقول من سنة 48 اجوا اهلي سكنوا هون وعمروا ضلينا قاعدين في هالشارع هذا سموه شارع الأبطال بس ليش سموه ما بنعرف شارع الأبطال له قصة قديمة يعني على أيام جدي الله يرحمه يعني حكى لي كلمتين قال لي طلع منه أبطال وشارك بالحروب يعني وكذا يعني له يعني كان هنا جنبنا قرية اسمها الطيبات في الأول كانت سوق خضار مركزي وبعدين حولوها صارت سوق الطيبات قرية الطيبات وبعدها انهجرت بقت يعني ماشي القرية فيها محلات فيها أسواق محلات خضرة بلياردو ألعاب للأطفال وهيك ومشيت يعني بعد فترة صفت هسه بس أكم المحل كوفي شوب هم يعني المشغلين بركة سباحة لتحت الحمام التركي يعني بيجوا فيها همل بيجوا فيها ناس يعني سيارات بتساوي خمسات صف القرية يعني تفحيط سيارات وهيك بيجي شباب برضو بيلعبوا هون كرة قدم في ناس بنضربوا فيها بيجيبوا شوفارية بيكونوا مش عارفين الشوارع مش عارفين اللي هاي بأخذوا مصاريهم بضربوهم وبشردوا صفت انه اي واحد بده يشرب بيجي هون بنزوا في الجوة في القرية بشرب في بعض قبل فترة يعني صارت جريمة قتل هون السبب انهم شنقوا طفل لأسباب غير معروفة يعني ما بنعرف شو السبب بس احنا جينا هون وشفنا يعني الحادثة في عنا احنا برضو بنعاني من مشكلة هنا الشجر هذا الموجود في ناس في الليل اولاد او ناس بيجوا بيكونوا سكرانين بيجوا بولعوا النار فيها وفي خوف بالنسبة لما في محول كهرباء عنا يعني محول الكهرباء اذا بولع بنفجر بتكلف كثير على الحكومة يعني مش اشي مش هين ولعت جوا في بعض الناس بيحرقوا نحاس بيحرقوا نحاس وبزتوا اخرته هان هان هذه بتولع هاي برمضان قبل هيك ولعت كلها شكينا كثير لجهات مختصة لكن ما مش عارفين ليش يعني كماها مهجورة هذه المشكلة بس ولا الحمد لله يعني شارعنا انتم شايفينه شارع نظيف وهادي وما فيش يعني اي اشياء جانبيه ثانيه الحمد لله ما في فبنتمنى يعني من المسؤولين واي واحد يسمع صوتنا انه يجي يشوفها يشوف شو في جواها يعني لانه فيها فساد كثير